العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط والتضخم تعود إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد قرار تخفيض الإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس. ففي وقت يؤثر فيه الخام بشكل قوي على معدلات التضخم في أغلب الاقتصادات العالمية الكبرى، يرجع ذلك إلى العلاقة السببية بينهما. فكلما ارتفعت أو تراجعت أسعار النفط تأثراً طبعاً بالعوامل المختلفة، نجد أن التضخم يتبع اتجاه تلك الأسعار إن كان صعوداً أو هبوطاً. من جانبه رفض الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص اتهامات وكالة الطاقة الدولية بأن النفط هو سبب رئيسي للتضخم، منوها في مقابلة مع Energy Intelligence بأن جهود الدول المنتجة لتحقيق استقرار السوق تصب بمصلحة نمو الاقتصاد العالمي للمديين المتوسط والطويل. الغيص أشار أيضا إلى أن إلقاء اللوم على النفط في التضخم الذي يشهده العديد من مناطق العالم ادعاء غير متماسك، مشيرا إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك بوضوح عند النظر إلى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة. كانت وكالة الطاقة رجحت أن تؤدي تخفيضات إنتاج أوبك بلس إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق المزيد من الضرر بالمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم. وسط هذا الجدل، كيف سيكون تأثير قرار تخفيض إنتاج النفط على مستقبل التضخم؟ وينضم إلينا من القاهرة للحديث أكثر عن هذا الموضوع دكتور أحمد السيد، محلل اقتصادي. أهلا بك دكتور أحمد. يعني مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء أظهر ارتفاعا، وهذا ما أشار إليه أمين عام أوبك هيثم الغيص لرفض إلقاء اللوم على النفط وأوبك كسبب رئيسي لارتفاع التضخم. لماذا لم تأخذ وكالة الطاقة الدولية برأيك هذا العامل بعين الاعتبار في تقريرها الأخير؟ يعني خلينا نبدأ بكلامنا. طبعا ان فعلا التضخم الأساسي بيستبعد الطاقة والغذاء، وبالتالي هو غير متأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار البترول، وده يعني المؤشر الأكثر يعني العنيد أكتر في مقاومة أو في مواجهة التغيرات اللي قام بها البنوك المركزية. يعني هو ما بيستجيبش أو لا يستجيب بسهولة لتشديد السياسات النقدية. صحيح أنه لا يتضمن أسعار الطاقة، لكن لكي نكون واقعيين فإن أسعار الطاقة تؤثر على بقية المنتجات بشكل كبير. الغذاء يعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة، العديد من المنتجات تعتمد بشكل كبير على أسعار الطاقة. البترول ليس طاقة فقط، ولكن هناك بتروكيماويات أو منتجات أخرى مثل البلاستيك والكثير من الأمور التي تدخل في الحياة اليومية بشكل كبير، وبالتالي هو لها تأثير بالفعل على أسعار التضخم. ولكن هل هي القائد لعملية التضخم، أو هل رفع أسعار البترول أو تخفيض إنتاج البترول هو القائد أو مقود لجهود البنوك المركزية في احتواء التضخم؟ هذه الأمور ليست بهذا الشكل، يعني نستطيع الجدال حولها. دكتور صحيح، يعني يمكن التأكيد أنه أو هذا معروف أنه الطاقة لها دور في تلعب دور في ارتفاع أسعار بعض السلع، خاصة السلع الغذائية تحديدا، لكن مع بداية هذا الارتفاع التضخم الذي كانت تنظر إليه البنوك المركزية على أنه تضخم مؤقت نتيجة عمليات التيسير والتحفيز الكم الكبير الذي حدث بعد جائحة كورونا، يعني كان سبب رئيسي لهذا الارتفاع الكبير، وأيضا اضطراب سلاسل التوريد، لأنه كانت هذه المشكلة الأساسية في ارتفاع التضخم. بالتالي عندما أن نلقي اللوم بشكل دائم والمخاوف بأنه الأسعار النفط هي من تغذي هذا التضخم، يعني كيف يمكن الرد على مثل هذه يعني المسألة أو من يدعيها؟ يعني لو طلبت مني أن أرتب يعني أسباب التضخم من 1 إلى 10، يعني سأضع الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا أو تداعيات ما بعد كورونا والطلب المكبوت وبالتأكيد حركات أسعار البنوك المركزية في المراتب 10 الأولى، يعني لن أضع البترول بشكل كبير في هذه المنطقة. لأن يعني دعنا نضرب بعض الأمثلة. في مارس على سبيل المثال ارتفعت أسعار التضخم في أوروبا، أو لا يعني جاءت أقل من المتوقع، التحسن جاء أقل من المتوقع، بينما كانت أسعار البترول منخفضة بالفعل في هذا الشهر.
إذا نظرنا حتى إلى أسعار البترول بعد قرار أوبك الأخير، فهي أسعار البترول بعدما ارتفعت في أول جلسة أو جلستين عادت الانخفاض مرة أخرى، وهي الآن تحت مستويات ما قبل قرار أوبك. فبالتالي الادعاء أن هذا البترول هو السبب الرئيسي في التضخم هو ادعاء يعني غير صحيح. يعني أعتقد أننا يجب النظر إلى الأمور الجوهرية، وهي تأثيرات الحرب الروسية على الطاقة والغذاء، تأثيرات الفيدرالي بشكل كبير والتحركات، وطبعا الطلب أو تنامي الطلب بعد انتهاء جائحة كورونا. يعني دكتور أحمد، أنت لا ترى أنه ما قامت به أوبيك بلس من تخفيضات ربما هو الاستراتيجية الأمثل لهذا العام تحديدا، وما هي التكلفة لهذه التخفيضات برأيك على المدى القصير؟ هي الاستراتيجية الأمثل من وجهة نظرهم، لأن هم يروا أنها أن نحتاج تحافظ على لتشجيع استقرار الاستثمار السوق. في بالطبع من وجهة نظرهم، لكن من وجهة نظري هي ليست المؤثر الأكبر على الأوضاع الحالية في الوقت الحالي. حتى الأسواق نفسها لو نظرنا إلى داو جونز أو إلى أي مؤشر آخر، وأعتقد أن الأسواق هي تعكس بشكل كبير رؤية المستثمرين تجاه القرارات، هو يعني لا نجد تأثير، نجد أن الأسواق ارتفعت بشكل كبير كمان، يعني تجاوزت أثر هذه القرارات. فبالتالي لا أعتقد أن هي المؤثر بشكل كبير على حركات الفترة القادمة. طيب دكتور، من ناحية أخرى، يعني هل تنظر على أنه البنوك المركزية العالمية بصفة عامة، يعني حتى لو استمرت، يعني احنا نتحدث عن قرب انتهاء دورة التشديد، لكن حتى أسعار الفائدة لا زالت أقل من يعني أسعار أو يعني معدلات التضخم، بالتالي هل يمكن القول أن البنوك المركزية فشلت في السيطرة على التضخم، بالتالي هذا ما يعني ربما ستتعايش معه الاقتصادات العالمية على في المستقبل، أنه نشوف معدلات تضخم بعيدة عن المستهدفات أو أكثر من المستهدفات التي تضعها البنوك المركزية؟ يعني بالتأكيد أعتقد أن الفترة القادمة لن نرى معدلات تضخم مثل ما قبل كورونا إلا بعد يعني عدة سنوات بالتأكيد. يعني العودة إلى الاستقرار الأسواق واستقرار الأسعار مرة أخرى ستحتاج الكثير من الوقت. مدى نجاح أو فشل السياسة النقدية التي تبعتها البنوك المركزية يعني هي لها تكلفة بالتأكيد، وتكلفة مرتفعة للغاية، وظهرت أثرها على القطاع المصرفي وعلى الأسواق الناشئة وعلى الكثير من الأمور. تحتاج الأوضاع للدراسة بشكل كبير بعد انتهاء هذه الأزمة للتعرف هل هذا هو القرار أو كانت هذه التحركات هي الأمثل أم لا، هل تباطأت البنوك المركزية أم لا. يعني أعتقد أنه ما زال لدينا دورة أخرى أو يعني مرحلة جديدة من رفع الفائدة، لكن المستثمرين في انتظار إشارات متى ستبدأ الفائدة في الانخفاض مرة أخرى، هل فعلا بنهاية العام أو بأكتوبر أو هذا ما ستكشف عنه بيانات التضخم خلال الفترة القادمة، وعلى هذا الأساس ستتحرك البنوك المركزية. دكتور أحمد السيد محلل اقتصادي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.